قال لهم انا هو القيامة. ده هو مش قال انا هو القيامة بس، لكن قال انا هو الحياة. هو واحد كل نسمة من نسمات حياتنا. لذلك فإنهم لما دخلهم هذا الإيمان أخذهم وأخذ الجميع وراح إلى القبر ونده على لعازر إن هو يقوم. لكن هناك فرق بين قيامة لعازر من الموت وفرق بين قيامتنا إحنا. قيامة لعازر كانت قيامة بجسد حيفنا، جسد إيه؟ حيفنا. لكن قيامتنا إحنا لما هنقوم هنقوم بجسد سماوي لا يفنى، وحنشارك الله في الأزلية. الله لما خلق الإنسان ما خلقوش عشان يموت. لذلك لما واحد يبقى زعلان من ربنا ويقول لك ربنا يعني مش موافق عليا ومش مبسوط مني، ربنا بيحبك، ربنا بيحبنا كلنا، ربنا عاوزنا كلنا نكون معاه، ربنا عاوزنا كلنا ان احنا نكون مشتركين معاه في الأبدية. هذه الشركة التي أعطانا الله إياها هي شركة في التسبيح مع الملائكة، وشركة مع الرب يسوع في جسده، وشركة معه في هذه الأبدية. القيامة لها معنى آخر إلى جانب إنها بتؤمن، أو إلى جانب إنها بتدينا الإيمان إن الإنسان ده مش هيموت. لذلك نجد إن إحنا لما بنستخدم في أوشية الراقدين ونقول ليس يكون موت لعبيدك بل هو إيه؟ انتقال. فإحنا لما بنموت ما نقدرش نطلق على ده موت، لكن ده يعتبر راحة. يقول لك فلان استراح، وهذه الراحة لفترة حتى يدعونا الله إليه لكيما نشاركه في هذه الأبدية. وقل لنا تعالوا رث الملك المعد لكم من قبل تأسيس العالم. القيامة أيضا رمز لاستمرارية الإنسان. فالإنسان القائم من الأموات اللي هيلبس جسد سماوي مش هينتهي، هياخد استمرارية. معنى كده ان يعني الإنسان مش هيفنى، الإنسان هيكون له هذا الجسد الذي به يستطيع ان يعاين الله. صحيح مش هيقدر يشوف ربنا بعينيه، لكن هيلمس وجود الله في حياته. مين مننا بقى مش عاوز يتمتع بالقيامة دي؟ مين مننا مش عاوز يتمتع بالقيامة؟ عشان نتمتع بالقيامة لازم ناخد جسد الرب ودمه. طب وناخد جسد الرب ودمه ازاي؟ ده في ناس بيجوا يعترفوا لي ويقولوا لي، انا مش بزيع اعتراف لكن يعني بقول، يعني الناس بيقولوا انهم بقالهم 7 سنين وثمان سنين وعشر سنين واثناشر سنة ما تناولوش. دي حاجة ترضي ربنا؟ دي حاجة ترضي ربنا؟ خايفين من المناولة؟ طب مش خايفين من الموت، ان الموت يجي في اي وقت؟ ما هي دي كمان حاجة يعني لازم الواحد يكون حريص ليها، لازم يكون حريص ليها، لازم يكون واعي على ان الله ممكن يطلب الامانة اللي عطاها لك ممكن يطلبها في اي وقت. ما يهمش الصحة، ما يهمش. لذلك لازم نكون مستعدين
في هذا الذي يجعلنا مشتركين مع الرب في جسده وفي آلامه وفي الوجود معاه. الموضوع طويل لكن يهمنا جدا اننا نكون مستعدين ما ننامش. ايام الصيام الكبير كنا بنيجي الكنيسة والكنيسة تتملي، وايام اسبوع البسخة والكنيسة اسم الصليب تتملي، وليلة عيد القيامة الكنيسة اسم الصليب يعني كويسة وكله كويس. وبعدين بعد كده تبص تلاقي يجي حد تومة، حد اللي قاعد تبص تلاقي الكنيسة نزلت للنص. ليه؟ ليه؟ ليه احنا نكسل في البيت؟ ده اله الصيام هو نفس اله الفطار. الله هو اله هذه الايام كلها. هو عاوزنا نكون معاه باستمرار، وعاوزين نكون مشتركين معاه باستمرار، عاوزين نكون في بيته باستمرار. يا جماعة يا ريت ما نسيبش ربنا ابدا، يا ريت نكون قريبين من الله. ان يبارك حياتكم ويملأكم من كل نعمة ومن كل بركة. أيها الأمين. يا ملك السلام أعطينا سلامك لأنك
كل شيء أعطيتنا. اغتنينا لك يا الله مخلصنا، لأننا لا نعرف آخر سواك. اسمك القدوس والذي نقوله، فلتحيا نفوسنا بروحك القدوس ولا